وزيادة وزيادة في العبادة بدعة. يعني كما فعلم يعني مثلا في رمضان كل مساجدنا هذا كيف ما هذا المسجد الحرام نعم أشاع هذه بدعة في كل البلاد. أنا أعلم هذا فلا يجوز زيادة إلا لأمر عارض لناس يعني مدة الدعاء تقريبا تصل إلى أكثر من نصف ساعة ممكن ساعة الدعاء فقط. أيوة في هذا في شك وريد من أنه بدعة لا شك في ذلك والناس أتباع لما اعتادوا يجب الرجوع إلى السنة.